منتوجات فلاحية وتقليدية متنوعة تعمل النساء الناشطات ضمن مجامع التنمية الفلاحية على توفيرها، إلا أن الصعوبات المرتبطة بالتسويق تظل هاجسا مشتركا لهؤلاء النسوة. المجمع متاعنا هو يقوم على تحويل المواد الاوليه، المواد الطبيعيه. تعرفوا قلعه سنين هي منطقه فلاحيه، هي منطقه حدوديه تتوفر فيها عديد المنتوجات ذات القيمه، معناها الطبيعيه متاعها، مثل القمح، مثل الشعير، مثل التجفيف، معناها عندنا تجفيف بعض الحشائش. النساء معناها لقوا فيها هذه مورد رزق، نقوموا يحولوها، نصنع الكسكسي، نصنع، ونقوموا باللي برودوي تروار، معناها مواد اللي تخص الكوجينه التونسيه الكل. لكن وقت اللي نصنعوا المواد هذه وندخلوا الاسواق خاصة في المعارض، لقينا انه عندنا برشا نقائص مثل التعليب. اليوم تعرفوا انه ثم منافسة جديدة، لقينا معناها انه تنقصنا الترويج، تنقصنا معناها معرفة الوصول للاسواق. ننشطوا في تثمين مادة الطماطم، طومات سي شي، وتثمين مادة الثوم بيو، اللي احنا بالحق نوصلوا في مرحلة ان نحضروا منتوجنا لليتا فينال نتاعو وما نلقاوش ترويج وما نلقاوش تسويق. مشروع الفا من اجل استقلالية وريادة النساء الناشطات في المجامع الفلاحية، والذي تعمل على تنفيذه جمعية جسور المواطنة، تضمن تنظيم دورة تدريبية حول ترويج وإشهار منتوجات المجامع الفلاحية. جينا مع تنسيق مع جمعية جسور في البروجي هذايا ألفا، دونك جينا اليوم قبل باش نحاولوا نعاونوا باللي نجموا في دوره تكوينيه اللي باش تتلم معناها الماركتينغ، التسويق، ومعها التسويق الرقمي وكل شيء. دونك ديما نعرفوا اللي فما مشكله كبيره تاع كيف باش نوصل منتوجي للعباد، كيف باش نحكي عليه، كيف باش نوصل الرساله الصحيحه، كيف باش نجم نخدم على نقوي ليماج دو مارك نتاعي يعني. وتهدف هذه الدوره الى تمكين النساء النشطات ضمن المجامع الفلاحيه بولايه الكاف من الاليات والسبل الكفيله بتثمين المنتوج من خلال الاستراتيجية تجمع بين التعليب والإشهار والترويج والتسويق الرقمي ووضع العلامات التجارية. يدخلوا السياق بالمقاربة الرقمية ويزمهم يواكبوا العصر باش منتوجهم يخرج من الدائرة الضيقة للدائرة الواسعة. على الأساس هذاك نواصل احنا في مشروع ألفا، 20 امرأة منتفعة معنا في المشروع هذا. ترويج المنتوج رهان تعمل مجامع التنمية الفلاحية على كسبه حتى تتحقق الاستقلالية المادية والاجتماعية للنساء النشطات، ويتمكن من ضمان ديمومة واستمرار موارد رزقهن.